السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب صف السادس الابتدائي مدارس الرقي الأهلية قسم العام. أهلا وسهلا بكم. بداية أحب أشكر جميع الطلاب اللي شاركوا في مسابقة اللغة الإنجليزية، وأهنئهم بلوحات الشرف وشهادات التقدير، وأرجو من باقي الطلاب الذين لم يشاركوا معنا أنهم يشاركوا إن شاء الله في المرات القادمة. اليوم يا أولاد إن شاء الله هناخد درس جديد، بيج 50، صفحة 50، صفحة 50، مديول 4، المستوى الرابع. عندي our world اسمه our world، يعني عالمنا. تمام يا أولاد؟ طيب بيج 50 صفحة 50، عندي 4 new words، أربع كلمات. فوق هنا عندي أول كلمة اسمها planet، يعني معناها كوكب. تمام. الكلمة اللي بعدها around يعني حول، و close معناها قريب، ليها معنيين يا ولاد، close معناها يغلق أو مقفل، ومعناها قريب برضه أو بالقرب من، close يعني قريب. وعندي far معناها بعيد. تمام. listen and read، هنقرأ مع بعض الدرس يا ولاد، تركز كده في كتابك. ده science يعناها علوم. حاجة اسمها عنوان الدرس اسمه The Solar System. The Solar System معناها النظام الشمسي. لو انت بصيت في الصورة، عندك الصورة دي، عندي اول شيء هنا اسمه Sun معناها ايه؟ Sun معناها الشمس. طب ناخد كده الكواكب، Mercury يعني معناها عطارد، Mercury معناها عطارد. بعد كده Venus معناها الزهرة. Earth معناها الأرض، اللي هو الكوكب بتاعنا. Mars معناها المريخ. Jupiter معناها المشترى. Saturn يعني زحل. Uranus معناها كوكب أورانوس أو يورانوس. Neptune اللي هو كوكب نبتون، اللي هو أبعد كوكب. خلاص يا أولاد، يبقى دول الكواكب. هنقرأ كده، عينك معايا في الكتاب ونقرأ. The solar system يعني النظام الشمسي. There are 8 planets in our solar system، يعني يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية بتاعتنا. طيب Mercury عطارد. Venus اللي هو الزهرة. Earth معناها الأرض. Mars المريخ. Jupiter المشترى. Saturn زحل. Uranus اللي هو أورانوس. And Neptune وكوكب نبتون. طيب نكمل. The sun is at the center of our solar system، يعني الشمس تكون في سنتر، المنتصف أو المركز بتاع our solar system، النظام الشمسي بتاعنا أو المجموعة الشمسية بتاعتنا. It is a star يعني هي نجم مش كوكب، الشمس هي نجم. تمام. And all the planets go around it، وكل الكواكب تدور حولها. Earth is our planet يعني الأرض هي الكوكب بتاعنا. Mercury is the closest planet to the sun يعني كوكب عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس. It's also the smallest planet وهو أيضا أصغر كوكب. Mercury is very hot يعني عطارد يكون كوكب حار. But the hottest planet is Venus، ولكن أحر كوكب يعني أعلى درجة حرارة في الكواكب هو فينوس. فينوس اللي هو الزهرة. Saturn, Uranus and Neptune يعني كوكب ساترن اللي هو زحل، يورانوس وأورانوس and Neptune ونبتون are the coldest planet هي أبرد كواكب. Neptune is also the farthest planet ونبتون هو also أيضا the farthest planet أبعد كوكب from the sun من من الشمس. Saturn, Uranus and Neptune
يعني زحل كوكب ساترن، زحل يورانوس وأورانوس اند نبتون، ونبتون ار فيري بيج يعني كبار جدا، بات ولكن جوبيتر از ذا بيجست، ولكن كوكب المشتري از ذا بيجست، هو اكبر كوكب، از ذا بيجست بلانيت اوف اول، هو اكبر كوكب ايه جميع. خلاص يا اولاد يا ريت تقرأ لي الدرس ده في البيت مرة تانية، تمام؟ قبل ما تجاوب على الأسئلة اللي هي بيج ايه، بيج 51، صفحة كام؟ 51. هات لي كده 51 يا بطل. 51 عندي، لوك انظر، عندي فينوس از ذا هوتست بلانيت، فينوس از ذا هوتست بلانيت يعني الزهرة هو أحر كوكب. طيب عندي كلمة هوت معناها حار أو سخن، درجة حرارته عالية، هوتر يعني أحر من، يعني أسخن من، هوتر زين دي معاها، وذا هوتست دي معناها الأسخن أو الأحر يعني اللي درجة حرارته مرتفعة على كلهم جميعا. يعني ده اسم تفضيل يا أولاد، اسم تفضيل اللي هو اسمه سوبرليتيف، سوبرليتيف اسم تفضيل. خدنا المرة اللي فاتت احنا مقارنة، مقارنة بين اتنين، يعني مثلا ايه احمد از تولر زان علي، يعني احمد اطول من علي. طب لو احمد اطول طالب في الفصل كله اقول ايه؟ احمد از ذا تولست، از ذا تولست ستودنت ان ذا كلاس، يعني هو اطول شخص فين في الفصل. يبقى بعد اضيف للصفه ايه، اي اس تي، اي اس تي. طبعا هوت هنا تنتهي بحرف ساكن قبلها حرف متحرك فاولز، يبقى هضاعف الحرف الاخير اللي هو التي، يبقى هوتست يعني اسخن. بعد كده فار، ما قولش فارست، لا فار اضيف ايه، اضيف تي اتش، فارتست. يبقى عندي فار يعني بعيد، فارذر يعني ابعد من، او فارذر باليو ابعد من، وذا فارتست يعني الابعد او بالاي او باليو. طيب جود، عندي جود يعني جيد، بيتر يعني احسن من او افضل من، ذا بيست يعني الافضل، ده ايه اللي هو التفضيل. طيب هنجاوب يا اولاد على ايه الأسئلة دي، read activity and answer. أول سؤال يا بطل، how many planets are there in our solar system؟ يعني كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية بتاعتنا؟ من خلال القراءة بتاعتنا، أيوة، there are 8 planets. There are 8 planets. يعني هم إيه؟ 8 كواكب. طيب number 2، السؤال الثاني، is the sun a planet؟ يعني هل الشمس هي كوكب؟ ها زي ما قلنا لا، يبقى no it is a star, it's a star، لا هي هي نجم مش كوكب. يبقى is the sun a planet؟ no it's a star، لا هي نجم. طب number 3، is mercury the smallest planet؟ هل mercury هل عطارد ده the smallest planet، هو اصغر كوكب؟ ايوه صح، يبقى yes it is. هنا الجوابه غلط يا اولاد، رقم 3 خلي بالك، ما تكتبش زيه، ما تكتبش من حلول لانه في اجابات غلط. فعندي نمبر 3 yes it is، نعم هو ايه، هو اصغر كوكب، هو hottest و as the smallest و closest، يعني هو اقرب كوكب للشمس وهو برضو ايه smallest اصغر كوكب. طيب نمبر 4، is venus hotter than mercury؟ is venus يعني هل الزهرة hotter احر من mercury؟ طبعا yes، لانه الزهرة هو ايه حر كوكب، يبقى yes venus is the hottest planet، نعم venus هو ايه احر كوكب يعني درجة حرارته عالية. number 5، are venus and earth the cold is the coldest planets؟ يعني هل venus والارض، هل الزهرة والارض the coldest يعني هم ابرد planets؟ طبعا لا، no، امال ايه الابرد؟ no saturn اللي هو زحل، uranus and neptune، يبقى no Saturn Uranus and Neptune are the coldest planets، يعني هو زحل وأورانوس ونبتون هو coldest planets يعني هم أبرد كواكب. طب number 6، آخر سؤال، is Jupiter the biggest planet؟ هل Jupiter هو the biggest planet؟ يعني هل المشتري هو أضخم كوكب؟ أيوة yes Jupiter is the biggest planet، نعم Jupiter is the biggest planet. يبقى تكتب لي الأسئلة دي ما عدا رقم 3 تخليها yes، اللي هو is Mercury the smallest planet، هل Mercury أصغر كوكب؟ yes it is، أو yes the Mercury Mercury is the smallest planet. طيب رقم 3، play is the smallest planet، بيقول له إيه، بيقول له زي بازل لغز كده، it's the smallest planet، هو أصغر كوكب، شوف جايبها لك أهو هنا، Mercury
قال له ميركيوري عطارد، يبقى ذاتس رايت صحيح. يبقى هنا ثلاثة أخطأ فيها هو، انتبه انتبه لدي. خلاص يا أولاد بكده نبقى خلصنا. يا ريت تحفظ لي المجموعة الشمسية اللي هو the solar system، المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي بتاعنا، sun اللي هو the star النجم، بعد كده mercury عطارد، venus الزهرة، earth الأرض، mars اللي هو المريخ، jupiter اللي هو المشتري، saturn اللي هو زحل، uranus اللي هو أورانوس، نبتون اللي هو إيه نبتون. خلاص يا أولاد تحفظوهم، والهوم ورك بتاعك بيج 118 صفحة 118. خلاص بيج 118 صفحة 118. see you later and goodbye.